نعم. فضيلة الشيخ، ما سبب ضعف الإيمان في وقتنا الحاضر، وما الذي يزيد من هذا الإيمان؟ سبب ضعف الإيمان أمور، منها أنك تقلل من الطاعات، لأن الطاعات تزيد في الإيمان، وإذا قلل الطاعات وتكاسل عنها ينقص إيمانه. نعم. وكذلك الذنوب والمعاصي التي دون الشرك تنقص الإيمان، فعليه أن يتوب منها. نعم.